انضم إلينا كذلك الآن من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا. كما يقولون، الكرة الآن في ملعب إسرائيل، وهناك إرادة من العالم لوقف هذه الحرب وفورا. كيف سيتم الضغط على إسرائيل لتحقيق هذه الإرادة في الفترة القادمة؟ يعني أولا أعتقد أن الضغط بدأ بالفعل على إسرائيل اليوم، عندما طلبت إسرائيل من بعض سكان رفح مبادرة رفح في اتجاه المواصي. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن العالم انتصر، العديد من زعماء العالم انتصروا، الضغوط حدثت. اليوم على سبيل المثال الرئيس بايدن اتصل بنتنياهو، الرئيس ماكرون اتصل بنتنياهو، كانت هناك تحذيرات عالمية وكان هناك قلق عالمي. وأعتقد أن هذه رسالة نتنياهو، وخاصة أنه حماس يعني أبلغت الوسطاء فعلا بموافقتها على المبادرة المصرية، وبالتالي الكرة الآن في ملعب نتنياهو لا يستطيع أن يرفض، لأنه حتى دخل في مواجهة مع أسر الرهائن الإسرائيليين الذين يعني تعاظم الأمل لديهم في الإفراج عن أبنائهم المحتجزين في غزة. وبالتالي أعتقد أن الكرة انتقلت لملعب نتنياهو، صحيح، ولم يستطيع التلاعب أو الهروب. أستاذ أشرف، النسبة الأكبر تقول، ماذا تقول الآن؟ تعاطي نتنياهو مع الضغط من قبل الائتلاف الحكومي أو من قبل اليمين المتطرف، أم تعاطي نتنياهو مع هذه الضغوط الدولية التي تحدث؟ يعني هو كل هذه العوامل مشتركة، الضغط الأمريكي، الضغط الأوروبي، الضغط الدولي، الضغط المصري، يعني التهديد بأنه أي اقتحام لرفح قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل، علاوة على ضغوط أسر البهائم الإسرائيليين والمعارضة الإسرائيلية التي يعني أبدت استعدادها حتى لنتنياهو المساندة إذا رفض اليمين القبول بالمبادرة وانسحب من الحكومة. وبالتالي نتنياهو في ضغوط لا يمكن أن يواجهها جميعا، وخاصة أن حماس يعني كسرت الحدة التي كان يستخدمها، وهي أنها هي التي ترفض المبادرات وهي التي ترفض التسوية. أستاذ أشرف، لو أنك تشاهد شاشتنا الآن، فنحن نعرض لهذه اللقطات التي تظهر فرحة أهالي رفح، مدينة رفح الفلسطينية، بعد علمهم بخبر موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار. وهذا هو المشهد الذي سعت إليه مصر منذ اللحظة الأولى من خلال جولات التفاوض. كيف ساهمت هذه الجولات عبر أشهر عديدة وطويلة لم تنقطع هذه الجهود المصرية الحثيثة؟ يعني دعيني أقول لك أن الاتصالات لم تتوقف، الجهود المصرية لم تتوقف. وفي نفس الوقت وبالتوازي كان الفلسطينيون يضعون آمالا عريضة على مصر من أجل إنجاح هذه المفاوضات، من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. لا تعلمي ماذا كان الشعور في غزة صباح اليوم، في رفح صباح اليوم، عندما علموا أنه يعني إسرائيل أمرت بعض سكان رفح بالمغادرة. كانت هناك حالة من الحزن والوجوم والخوف. الوضع في غزة وفي رفح تحديدا أسوأ مما تتخيلي. هناك أسر كانت قد نزحت 10 مرات أو يزيد، انتقلت من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب إلى الشمال إلى الوسط إلى الغرب، انتقلت في كل مكان ولم يعد لها مكان تذهب إليه. أسر استنفذت كل مدخراتها، أسر لم تعد تجد أي شيء تستطيع أن تعيش عليه بعد أن اضطرت للنزوح مرات عديدة. وفي هذه المرات كانت في أحيانا يعني تنزح بدون أن تحصل أو تأخذ معها يعني حتى الخيمة التي تقيم بها أو الملابس التي كانت قد ذهبت بها إلى مكان النزوح. هؤلاء الآن يعيشون فرحة عائمة وكأن النصر قد تحقق، لأنه هذه المرة مساحة رفح صغيرة، التكدس الموجود فيها كان يرعب الناس إذا هاجمت القوات الإسرائيلية. وفي نفس الوقت هم يرون أن منطقة المواصي منطقة سيئة لا يمكن العيش فيها. المواصي منطقة ليس بها أي مقومات حياة، صحيح، طولها حوالي 14 كيلو، عرضها حوالي كيلو، ولكنها تفتقد لكل المقومات
قبل هذه الحرب كان عدد المساكن في المواصي لا يزيد عن 800 مسكن أو 1000 مسكن، وكانت قليلة السكان لأنها قريبة من البحر وأرض رخوة. وبالتالي عندما يعني حاولت إسرائيل إقناعهم بأنها ستذهب بهم إلى المواصي كان هناك خوف مضاعف. الآن أعتقد أنه يعني هناك سعادة كبيرة جدا وشكر كبير جدا للدور المصري، وأمل في أنه مصر ستواصل الضغط على إسرائيل حتى تنصاع وتقبل ويتوقف هذا العدوان تماما. طيب أستاذ أشرف، بعد هذا التحول الذي ذكرته، التحول في المشاعر وفي الأحداث الذي عاشه أهل رفح اليوم، هل التوقعات، أغلب التوقعات، تذهب الآن إلى تعليق عملية رفح بالفعل؟ يعني أعتقد أنه المؤكد أنه هذه العملية ستعلق، لأنه لا هدنة بدون يعني لا هدنة بدون وقف عملية رفح. وإذا يعني إذا دخلت هذه الهدنة حيز التنفيذ، وهذه الهدنة ستستمر لما يزيد عن 4 شهور، هل يعتقد أحد أنه عندما تنتهي فترة الهدنة في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل يعني ستكون إسرائيل قادرة على العودة إلى الحرب؟ أعتقد أنه يعني المزاج العام في إسرائيل سيكون قد تغير، الرغبة في الحرب ستكون قد بعدت كثيرا. وهنا يا أستاذ أشرف يعني سنذهب إلى نقطة أبعد بعض الشيء، إذا حدث هذا التغيير في المزاج العام الإسرائيلي كما تقول، وهل هنا تكون فرصة تغيير حكومة نتنياهو قد تحدث في هذه الهدنة، أو يتم استغلال هذه الهدنة لإحداث هذا التغيير؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني المعارضة تنتظر. نتنياهو لم يكن يريد الهدنة، لم يكن يريد هذه المبادرة، لأنه يعلم أنه في اليوم التالي لوقف الحرب ستبدأ عملية محاسبته هو شخصيا، وهو سيدفع ثمن بائس، لأنه الآن والحرب مشتعلة ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تخرج مظاهرات تطالب بإجراء انتخابات وأقالته. فماذا لو توقفت الحرب؟ لو توقفت الحرب حتى الشهر وليس 4 شهور، يعني سيخرج الإسرائيليون بمئات الآلاف ويطالبوا بانتخابات مبكرة ويضطر لها نتنياهو. ونتنياهو كما نعلم استطلاعات الرأي يعني تؤكد أنه يعني لن ينجح، لن يحقق يعني النسبة التي تمكنهم من استمرار السيطرة، وستكون هناك حكومة جديدة بعيدا عن بن جفير وسموتريتش ونتنياهو. والمرشح الأول لرئاسة هذه الحكومة هو بيني جينتس، وزير الدفاع السابق، عضو مجلس الحرب الحالي. وأعتقد أن كل المؤشرات تؤكد ذلك، علاوة على أنه ستحدث فورا محاسبة للجيش الإسرائيلي وقادة الجيش الإسرائيلي على إحباطه في 7 أكتوبر. وأعتقد أنه كما قلت كان نتنياهو يحاول تجنب هذا السيناريو، ولكن الآن تحت الضغط الداخلي والخارجي وإجباره إن شاء الله على وقف الحرب سيتغير المشهد، وستكون هناك يعني صورة مختلفة ولن يعود للحرب بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام.